السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ النهاردة جاي اكلمكم على بجد اعظم واهم اختراع انا اشتريته في حياتي كلها، مش النهاردة بقى ولا امبارح، لا بجد في حياتي كلها. احسن واهم من 100 ايباد، احسن واهم من 100 لابتوب، احسن واهم من اي حاجة بجد انا اشتريتها قبل كده، لان بجد فيها افادة كبيرة جدا بالنسبة لاهتماماتي. اللي فيكم يعرفني كويس هيعرف ان انا يعني من عشاق القراءة، وان انا اسعد لحظات حياتي لما بنزل مثلا يعني سور العتبة او سور الأزبكية، وان انا اشتري كتب هناك، وبالاخص الكتب القديمة اللي كانت يعني متداولة بين البشر. يعني كتاب يبقى اتقرأ من واحد واثنين وثلاثة واربعة وفي الاخر يقع في ايدي. دي من الحاجات اللي بتخليني مبسوط جدا. ولكن يعني المكتبة بقت كبيرة، بالاضافة ان انا اوقات كتيرة بسافر وببقى عايز اخد معايا كتب، فعلشان اخد الكتب اللي انا بقرأها الموضوع ده هيبقى صعب جدا، لان هتعمل معايا وزن كبير وتقيل، فبالتالي هيبقى صعب. فحاولت يعني ان انا انزل ابلكيشنات للقراءه زي البوكس، الاي بوكس اللي موجود على الايفون او الايباد، ولكن كان بيتعب عيني بجد، وما كنتش بقرا فيه كتير، لان كنت كل ما بقعد اقرا فيه كانت عيني بتوجعني عشان الاضاءه طبعا اللي بتطلع من الشاشه، بالاضافه ان المحتوى عليها فقير جدا، يعني مش محتوى قوي ان انت تبنى عليه ان هو ده هيبقى المصدر البديل ليك للكتب. فبالصدفة البحتة، وده والله مش اعلان خالص لاي حاجة، سمعت عن ان شركة امازون عاملة جهاز اسمه الكندل، وللأسف انا زعلان ان المعلومة دي وصلت لي متأخر شوية، لان الموضوع ده بقى له فترة. الكندل ده عبارة عن ايه؟ اللي هو الجهاز ده بتاع ده. الكندل ده جهاز قراءة فقط، جهاز بينزل عليه الكتب الالكترونيه للكندل بس. ده ما بينزلش عليه برامج، ما بينزلش عليه اي ابلكيشنات، ما فيش اي نوتيفيكيشن هيجي عليه. الشاشه بتاعته يعني مش عارف طبعا اوصفها بالشكل التقني، في ناس كتيره يعني شرحت الموضوع ده افضل مني على اليوتيوب، ولكن الشاشه بتاعته ما بتطلعش ضوء ابدا، هي عامله زي الكتاب بالظبط. يعني اللي هيفتح الكندل هيبقى كانه بيقرا كتاب ورقي، ما فيش اي اضاءه تماما، مفيش اي اضاءة بتطلع عليه تماما. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك وانت بتقرأ الكتاب كأنك بالظبط ماسك كتاب ورقي، لو قعدت تقرأ فيه ساعة اتنين تلاتة اربعة عينك مش هتوجعك ابدا، عكس طبعا الايباد وعكس الموبايل وعكس الحاجات دي كلها. فالجهاز ده انا لما جبته ما كنتش متخيل ان هو هيبقى بالجمال ده حقيقي، يعني الجهاز اكتر من رائع. بضغطة زرار كده بس تقلب بين الصفح، ترجع تقلب، تكبر تصغر. لو طبعا بتقرأ كتاب انجليزي ممكن ان هو يعمل لك ترجمة في كل القواميس اللي انت عايزها، تقدر انت تعمل منه شير، تقدر تعمل منه كل حاجة على الكندل ده. ولكن الميزة الوحيدة اللي فيه ان هو مفيش فيه اي مشتتات اطلاقا، انت بتقرأ فيه هتقرأ كتب بس من غير ما يتعب عينيك، من غير ما يعمل معاك اي حاجه تتعبك او تشتت تفكيرك او انتباهك. بالاضافه ان البتاع ده او الجهاز ده بياخد معاك يعني المساحه اللي هي 8 جيجا العاديه بياخد معاك حوالي 3000 كتاب، يعني مكتبه عملاقه متنقله معاك. فواحد زي مثلا لو انا مسافر اخدت ده معايا، ده بس كده مش محتاج كتب تاني بقى خلاص. ده بيغنيك عن كل حاجة، أكيد طبعا مش بيغنيك عن ملمس الكتاب الورقي أو إحساس الكتاب الورقي، ده أساسي، الكتاب الورقي مفيش أي بديل عنه، ولكن ده بيديك بديل مؤقت ممتاز لواحد مثلا بيسافر كتير، لواحد بيحب يتحرك بالكتب كتير. فده هو يعتبر أعظم اختراع حقيقي أنا شفته في حياتي فيما يتعلق باستخداماتي اليومية. ده بقى خلاص يعني ما بقتش بفرقه، ده موجود معايا على طول في سفري، في المكتب، في البيت، في كل الاوقات بقرا فيه. يعني متخيلين ان انت ماشي معاك ده فيه 3000 كتاب، بالاضافه ان عندك المتجر بتاع امازون الخاص بكتب الكندل عليه الاف الكتب بسعر رخيص جدا، ما بين دولار لحد 15 دولار. طبعا يعني كتب كتيره جدا سعرها دولار و2 دولار. لو جيت تقيس سعر الكتاب ده بالنسبه ان انت هتشتريه من ستور معين او حاجه هتلاقيه بنفس القيمه تقريبا. فبضغطه زرار واحده الكتاب بينزل عندك، وبعد ما بينزل عندك الكتاب انت بتبص تلاقي المكتبه بتاعته حقيقي مكتبه عملاقه. يعني انا مثلا يعني لو جينا نبص كده، كل دي كتب موجوده عليه، طبعا انا محملها يعني بالنسبه للحاجات اللي انا بحب اقراها، ولكن
في آلاف الكتب، يعني المكتبة العربية بس تقدر بحوالي 13,000 أو 14,000 كتاب بخلاف الكتب اللي موجودة بجميع اللغات اللي موجودة على أمازون. طب مجرد بس ما بتشتري الكتاب، ضغطة زر واحدة، الكتاب بينزل عندك هنا بشكل تلقائي. طبعا في اكتر من اصدار للكندل، في اللي هو الكندل اول واحد نزل، وفي البيبر وايت. ده البيبر وايت اللي هو يعتبر يعني الاصدار المتوسط او اللي قبل الاخير، وده بالنسبه لي يعتبر افضل. وفي اخر اصدار اللي هو الكندل تقريبا اسمه اويسز، ده انا ما حبيتهوش لانه كبير شويه، حجمه قريب من حجم الايباد، فحسيت ان انا هبقى ما عملتش حاجه. ده زي ده، لكن ده بالنسبه لي هو يعتبر حجم الكتاب الورقي مش كبير، بيديني التجربة اللي انا عايزها مش اكتر، ما بيتعبش عينيا، بيخليني حرفيا يعني عايش تجربة الكتاب وانا مسافر. اي كتاب اتخيله موجود هنا، ضغطة زرار بشتريه. حبيت اقول لكم على الكتاب ده، الكتاب ده او انا اسف الكندل، حبيت اقول لكم عليه لانه بجد اختراع عظيم، موجود على امازون. انا اشتريته، كان عليه عرض، كان سعره تقريبا 3400 جنيه او 3500 جنيه مش متذكر. هو دلوقتي غالبا العرض خلص، فممكن يبقى سعره 5000 او 6000، بس حقيقي يستاهلهم. ولو انا هرجع بيا الوقت مرة تانية وهفكر ان انا اشتري حاجة، هشتري الجهاز ده، حتى لو كان سعره اكتر من كده برضه هشتريه، احسن من 100 ايباد، احسن من اي حاجة. حبيت اشارككم التجربة دي لان بجد تجربة بالنسبة لي اكتر من رائعة. بس كده، ولو في حد بيحب القراءة، الجهاز ده بجد اختراع ممتاز وافضل اختيار، هيدي لك تجربة بديلة للكتب الورقية، هتكون عملية وهتكون سريعة معاك وهتتحرك معاك في كل الاتجاهات وفي كل الاماكن. بس كده، يعني اتمنى ان المعلومة دي تكون وصلت لكل الناس، حتى لو كان يعني حد مش مهتم قوي، بس خليها في بالك، ممكن فيما بعد تحتاج حاجة زي كده، هيكون ده افضل اختيار ليك. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.